مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. في هذه الحلقة سنتحدث عن ملف هام على الساحة الفلسطينية، ألا وهو تشكيل الحكومة الفلسطينية ومهامها بعد مرور 100 يوم على تشكيلها. يسعدنا أن نرحب بضيفي هذه الحلقة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية دكتور إبراهيم ملحم، الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من رام الله. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا بك أخي محمد، ومرحبا بالمستمعين. منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة نحن نعلم أن هناك أجندة وملفات طرحت على طاولة هذه الحكومة، هل هناك أو هل قطاع غزة ضمن هذه الأجندة؟ كان واضحا في كتاب التكليف من السيد الرئيس لدولة رئيس الوزراء الحصة الأكبر لقطاع غزة من حيث التنمية والاهتمام بكافة المشاريع التنموية وبتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة لأهلنا في غزة، والدعوة لدولة رئيس الوزراء بالعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن. والحكومة بتوجيهات السيد الرئيس هذه بدأت أولى خطواتها بالعمل على تقديم كل المتطلبات الحياة الكريمة لأهلنا في غزة من خلال فتح المشاريع التنموية وكذلك تقديم المساعدات لأهلنا بالجوانب الصحية. والحكومة مستعدة دائما لكل ما من شأنه تحسين ظروف الحياة لأهلنا في القطاع الحبيب، وهناك وزراء مقيمون في القطاع لتلمس هموم الناس ومتطلباتهم وحل الممكن من تلك الهموم. والحكومة رصدت لأهلنا في القطاع العديد من المشاريع، وأهم شيء هو ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، والحكومة ستقدم كل ما من شأنه توفير المياه لأهلنا في غزة عبر مشاريع من خلال دعم الدول الصديقة. نعم، اليوم الأول للحكومة كانت توجيهات السيد رئيس الوزراء للوزراء في كافة التخصصات للنظر إلى الواقع الصعب لأهلنا في غزة ومحاولة تقديم خطط سريعة لتغيير الواقع الصعب وتقديم كل متطلبات الدعم والثبات والإسناد لأهلنا في غزة. نعم، نحن نعلم والجميع تفاءل بوجود الدكتور محمد شتية رئيس لوزراء هذه الحكومة، وهو لديه الخبرة الكافية في الجانب الاقتصادي. هل من الممكن أن نشهد خلال الأيام المقبلة انتهاء للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية؟ بالتأكيد محمد، تعلم ويعلم المستمعون بأننا في معركة. المعركة عنوانها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود 4 حزيران بعاصمتها القدس الشريف. وفي هذه المعركة هناك استهداف لتلك الحقوق واستهداف لقيم النضال الوطني من خلال السطو على أموال المقاصة ولا سيما مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى. وهنا كانت المعركة واضحة، الموقف الثابت لسيادة الرئيس محمود عباس برفض استلام أموال المقاصة منقوصة شيكل واحد. هذا الموقف الوطني لاقى قبول وإسناد من كافة القوى الوطنية ولاقى دعما شعبيا، لذلك نجد أن الجميع الموظفين وهم يواجهون هذا التحدي الكبير في معركة الكرامة الوطنية يساندون السلطة الوطنية الفلسطينية ويساندون السيد الرئيس في موقفه الوطني تجاه رفض استلام أموال المقاصة منقوصة شكل واحد. والتأكيد
على تقديم المبالغ والمخصصات 100% لهذه الفئة من أبناء شعبنا. لذلك فإن السلطة تحاول جاهدة، وتحاول الحكومة البحث عن مخارج لتوفير المتطلبات والتزاماتها تجاه المواطنين، ومن ضمنها فاتورة الرواتب. ولكن كما تعلم بأن السطو على أموال المقاصة يحول دون تقديم الرواتب كاملة، ولكن الحكومة تقدم الرواتب حسب ما يرد إلى الخزينة من أموال في نهاية كل شهر. ونحن نعتنق الأمل دائما في الخروج من هذه المخاضة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وقد مررنا بمخاضات صعبة مشابهة، واستطاع الشعب الفلسطيني في كل مرة أن يخرج من تلك المخاضات وهو أكثر قوة وأشد عزم وأكثر يقين بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشريف. نحن نعتقد بأن قيم الحق والحرية والعدالة هي التي نتكئ عليها في مواجهة غطرسة القوة العمياء التي تتكئ على غطاء أمريكي كامل، وصل حتى الشراكة في تقديم في الانتهاك للحقوق الوطنية المشروعة وانتهاك قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب. نعم، يعني في سياق آخر وفيما يتعلق بالملف الهام الذي يهم المواطن الفلسطيني وتحديدا الموظفين، يعني كيف يتم تحديد نسب صرف الرواتب كل شهر؟ كما قلت بأنه وسط العسر المالي بسبب السطو الإسرائيلي على أموال المقاصة التي تغذي الخزينة، فإن نسبة الراتب يتم تحديدها في ضوء ما يرد إلى الخزينة من أموال نهاية كل شهر. والحكومة كما قلت هذا الشهر حريصة، ودولة السيد رئيس الوزراء شخصيا حريص على تقديم كل ما من شأنه أن يريح المواطنين والموظفين في المناسبات، خاصة مثل شهر رمضان والأعياد. ونحن مقبلون على أعياد، على عيد الأضحى المبارك، ومقبلون على موسم المدارس والجامعات، وندرك متطلبات هذه المناسبات الثلاث. لذلك فإن النسبة ستتحدد خلال الأيام القادمة في ضوء ما يرد إلى الخزينة من أموال. نعم دكتور، يعني هناك عدد من وزراء الحكومة متواجدون داخل قطاع غزة، يعني بالتأكيد، ولكن المواطن ينتظر زيارة رئيس الوزراء. هل سيكون رئيس الوزراء في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، أو هل هناك ضمن الأجندة زيارة لقطاع غزة؟ الدكتور محمد شتية وبتوجيهات من السيد الرئيس يرغب بأن يكون غدا في غزة، ولكن كما تعلم بأن المطلوب أن يصار إلى أن توافق حماس على الاتفاقية 2017. هذه الاتفاقية هي التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام حضور كامل للسلطة في غزة، للحكومة، لممارسة وبسط سيطرتها وإدارة شؤون المواطنين في قطاع غزة. يتطلع الدكتور محمد شتية دائما لكي يكون بين أهله في قطاع غزة، ويقوم الوزراء بمهامهم وأداء واجباتهم تجاه أهلنا في قطاع غزة من خلال إنهاء هذا الملف واستجابة الأخوة في حماس لاتفاقية 2017، حتى تكون أساسا لعودة السلطة وإنهاء ملف الانقسام وعودة شطري الوطن، وبالتالي نتجاوز التحديات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. وأعتقد أن
المرحلة لا تحتمل إبقاء غزة على ما هي عليه بهذه الصورة، على حركة حماس أن تستجيب لنداء الوحدة الوطنية وأن تقبل بالاتفاقية التي وقعت في القاهرة لتكون أساساً لعودة غزة إلى حضن الوطن، وإنهاء ملف الانقسام، وجعل تمكين الحكومة من تقديم خدماتها والاطلاع بكامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة. أيضا في ذات السياق دكتور، يعني كيف يعمل الوزراء الحكومة في قطاع غزة؟ وهل هناك من معيقات واجهتهم؟ الحكومة أوعزت للوزراء لتقديم أقصى ما لديهم من إمكانيات في تقديم المساعدات لأهلنا في القطاع، وهم يقومون بمهامهم في ضوء ما يتيسر لهم من تلك الإمكانيات، وهم حريصون على بذل أقصى ما يمكن من طاقة لحل العديد من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطنين في القطاع. طبعا نحن نتطلع إلى أن يكون الحضور كاملا للحكومة ويكون الأداء كاملا، وأن لا يكون هناك أي عقبات أمام أداء الوزارات مهماتها والوزراء والطواقم العمل في قطاع غزة، نعم لتكون الخدمة بمستوى أعلى ونخفف عن أهلنا في القطاع العديد من الأزمات التي يمرون بها. نعم دكتور، يعني الحكومة الفلسطينية يجب عليها أن توفر الأمن والأمان وأن تسعى لراحة المواطن الفلسطيني أينما تواجد. ما هو القادم للمواطن الفلسطيني من قبل الحكومة الفلسطينية؟ كما تعلم بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، نعم وبالتالي تحت هذه المسؤولية فإن مسؤولية كل مواطن فلسطيني في الوطن وفي الشتات يقع ضمن مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وما ينبثق عنها من مؤسسات كالسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة التي تنفذ كل ما يطلب منها في تقديم الخدمات نعم لأبناء شعبنا وتسهيل حياتهم إن في الداخل أو في الخارج. ولعلنا في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية أكثر حاجة إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها الأعداء للبطش بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانتقاص من هذه الحقوق، ولعل هذا الالتفاف يشكل سياجا حاميا للحقوق الوطنية المشروعة ويحول دون نفاذ أي محاولات كتلك التي تجري سواء في المنامة أو ما يطرح من أفكار في صفقة القرن تستهدف الانتقاص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. اللحظة صعبة نعم والمسؤولية عالية على الجميع، ونتطلع إلى التفاف وطني عريض حول الممثل الشرعي الوحيد للشعب نعم الفلسطيني. دكتور، يعني أيضا نتحدث في الأزمة المالية، هل من المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة خلال العام الجاري؟ نحن نتطلع إلى نهاية هذه الأزمة، ولكن دون أن تكون هناك مساومة ومقايضة بين الحقوق الوطنية المشروعة والمال. السلطة ترفض، والسيد الرئيس محمود عباس يرفض كما أعلن استلام أموال المقاصة منقوصة شيكل واحد. نعم في حال استجابت إسرائيل لإعادة هذه الأموال للشعب الفلسطيني وغير منقوصة، وفي حال استجابت الولايات المتحدة لمقررات الشرعية الدولية باعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وتعترف بحل الدولتين وتتوقف عن تشجيع إسرائيل لمواصلة التوسع الاستيطاني وهدم البيوت في الأراضي الفلسطينية، عندها ستكون هناك فرصة لمفاوضات تقوم على أساس
أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، ونطوي هذه الأزمة التي نمر بها، وبالتأكيد بأن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ زمن طويل للعديد من الصدمات وللعديد من المقارفات الإسرائيلية التي تستهدف تعكير صفو الحياة. ولكن عندما تكون المعركة بهذا الشكل، معركة الكرامة الوطنية، تتعلق باستهداف ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، فإن الجميع ينخرط في هذه المعركة، والسيد الرئيس محمود عباس لن يخضع لا للذهب ولا للسيف. نعم، أخيرا دكتور، يعني ما هي المشاريع القادمة التي وضعت على أجندة الحكومة الفلسطينية؟ كل النصيب لقطاع غزة في أي مشروعات حكومية مقبلة، طبعا في ضوء العسر المالي الذي تعاني منه السلطة، هناك قرار حكومي بتوحيد الرواتب، وقد أصبحت الرواتب موحدة بين الضفة والقطاع، ونحن نقاسم أهلنا في قطاع غزة ما لدى الحكومة من أموال في كافة المشاريع التنموية، ونأمل أن تكون المرحلة القادمة فاتحة للعديد من المشاريع التنموية التي توفر لأهلنا في القطاع خدمات بجودة عالية، وتخفف من خزان البطالة، ونتطلع دائما لإنهاء ملف الانقسام لنطوي هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الشعب الفلسطيني. نعم، أشكر جزيلا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إبراهيم ملحم على هذه المعلومات التي تفضلت بها، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في لقاءات أخرى. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله.